سلام مي زامي، كومونت ليفو حبايبي طلبه الصف الاول الثانوي، اخباركم ايه النهارده؟ مع المحاضره الثانيه، وازاي نتعلم فرنسي صح وازاي ننطق فرنسي صح. طبعا احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن لي زالفا بي فرنسي، الحروف الابجديه، اتكلمنا عن لو برونسياسيون دو جي، لو برونسياسيون دو اس، نطق حرف الجي والجي ونطق حرف الاس، وامتى انطق الحرف وامتى ما انطقوش الحروف الفويال والحروف الكونسون. النهارده نتكلم عن حاجه اسمها لي سيلاب، مقاطع الكلمة في اللغة الفرنسية. كل مقطع عبارة عن دو أو تخوى لاتغ بينطق معايا نطق مختلف. تعال نشوف كده مع بعض. لو أنت أو أنت بتنطق كلمة فيها حرف التي والأش، هتنطق تا تا زي كلمة تي وكلمة تياتغ مسرح. طيب البي أش تتنطق اف زي فوتو وفارماسي يعني صيدلية. حرف السي أش والاس أش نطق شا مش تشا، شا زي شميز شميز، وكمان شورت. عندنا التي اي او ان نطق سيون سيون، ها نقول ايه سيون زي ناتاسيون و انفورماسيون او انفورماسيون، وكمان السيون لو جاء قبلها حرف الاس نطق تيون زي كيستيون ما عدا كيستيون. طبعا التي اي او ان نطق سيان زي مصري ايجيبسيان، السي اي او ان نطق سيان زي المقطع ده زي كلمة ميكانيسيان ميكانيسيان وكمان فارماسيان. نيجي لالتقاء حروف متحركة مع بعضها. حرف الاو والاي بينطق في الكلمة وا، ها وا زي وازو 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 عصفور. اوغوفوار اوغوفوار. حرف اللاتغ يو والاي، الاي والاي بتنطق وي زي كلمة أيوة أو نعم. وي مسيو، هتقول لي تو تابل مسيو محمد أو فو فو زابيلي مسيو محمد، أقول لك وي جو مابل مسيو محمد. وكلمة نوي اللي جاي منها كلمة معروفة اسمها بونوي بونوي، تصبح على خير. لو لاتغ اي بلس دوبل ال، حرف الاي ومعاه الدوبل ال او نطق اي زي كلمة بنت في وفامي، فيما عدا بعض الكلمات بتنطق الدوبل ال عادي جدا زي كلمة فيل وفيلاج يعني قرية. حرف الـ A U الـ A والـ U والـ E A U وكمان الـ A U X نطق O في الكلمة O زي أوتو وتابلو تابلو سبورة. الـ A E والـ E R أوكي، عندنا الـ A E والـ E R والـ E T والـ E Z والـ E D. خلي بالكم كل دول في نهاية الكلمة أو في بداية الكلمة بيتنطق A A زي كلمة ولكن مي مي، وكمان علي علي يعني جو اذهبوا. الام او ان تي بتنطق مون مون زي كلمة كومبليمون وكمان اتابليسمون يعني مبنى او مؤسسة. صافا، واحنا بنتعلم فرنسي هيقابلنا حاجة كده غريبة. كل الناس اللي بتتعلم فرنسي لأول مرة بتقول عليها شرطة كده، هي مش اسمها شرطة يا جماعة، اسمها لاكسون اكسون اكسون علامة النطق. الاكسون في الفرنسي اول اكسون اللي بتكتب من اليمين للشمال اسمها اكسون تيجو اكسون تيجو، عشان لما حد يقول لك ايه الشرطه دي تقول له لا هي مش اسمها شرطه، هي اسمها اكسون تيجو اكسون تيجو اكسون تيجو. زي ما احنا شايفين كده بتكتب على حرف الاو، صفا يا جماعه بتكتب على حرف الاو وتجعله يتنطق ايه 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 زي كلمه فيرمي فيرمي بريفيري بريفيري. النوع الثاني من الاكسون عكسها بتكتب كده اكسون غراف اكسون غراف، يبقى الاكسون تيغو كده يا جماعه دي اسمها اكسون تيغو، نفس رسمه ايدي اكسون تيغو اي اي بتنطق اي. الاكسون غراف كده اه اه زي كلمه ايه كلمه بير اب بير بير، وتوضع الاكسون غراف على حرف الاو زي كلمه بير وعلى الاو وعلى الا، بتوضع على الاو لاسباب اخرى، تضع على حرف الاو عشان تفرق ما بين او واو، او يعني او واو يعني اين، الفرق ان الاكسون هي اللي بتخلي المعنى مختلف. وكمان الا اللي معناه يملك وا على اكسون غراف معناها الى او في، وده هنعرفها في دراستنا للغه الفرنسيه. النوع الثالث من الاكسون عامله كده، الاكسون عامله كده زي رقم 8 بالعربي اسمها سيركونفلكس،
سير كونفليكت. السير كونفليكت دي اولا بتوضع على الاو علشان تفرق ما بين كلمه اسمها سير يعني بمعنى على وسير يعني متاكد. هتقول جي سوي سير انا متاكد، سير على ومتاكد. طيب بعد كده عندنا الابوستروفي، اكيد احنا دي متداوله بالنسبه لنا. اولا الابوستروفي هذه العلامه توضع عند تقابل حرف متحرك مع حرف متحرك اخر. يعني ايه مسيو حرف متحرك؟ اللي هو كلمه امي زي ما احنا شايفين كلمه امي في اولها ايه يا جماعه؟ ا سافا و او. هنا حرفين قبلوا بعض الاو والا، عملوا اكسيدان حادثه. الاو والا اتنين اصحاب، قال له انت جاي في طريقي واحنا الاثنين اصحاب، والله عيب عليك جدا. فهنا حرف الاو عشان هو راجل كبير ودماغه كبيره تنازل عن الا وقال له خلاص انا هختفي واجيب بدال ابوستروف. دي الحاجه الفاني اللي بحكيها لكم. الحرف الابوستروفي هي التقاء حرف فويل مع حرف فويل، لكن الكلمه ما ينفعش تتنازل عن حرفها، لكن الاداه تنازلت زي كلمه لا ايكول. الفرنسي عاوزين ننطقها اسهل واسرع فنطقناها ايه؟ ليكول. ليكول تاني كده ايه ابوستروفي؟ هو اختصار نطق الكلمه. بدل ما تقول لو امي قلنا عليها لامي، لامي يعني الصاحب او الصديق. لا ايكول قلنا عليها ليكول. يبقى الحرف المتحرك تنازل في الاداه وجبنا بداله ابوستروفي. اخر حاجه عندنا في الاكسون بتاعتنا سافا، في الاكسون حاجه اسمها اكسون سيدي. السي سيدي دي عباره عن اس توضع تحت حرف السي عشان ننطقها سافا كده زي كلمه جارسون. طب ليه حطينا السي سيدي؟ لان القاعده بتقول ان السي لما يكون جاي بعدها او تتنطق ك، فالكلمه دي تنطق جاركون لكن نطقها امبوسيبل ان انا اقول عليها كده، قلنا عليها جارسون او جارسون. السي سيدي عباره عن زي رقم خمسة بالانجلش او بالفرنسي مكتوب تحت حرف السي واسمها سي سودي عشان ننطق السي اس. عشان تدرس فرنسي كويس معايا محتاج تعرف حاجة اسمها تريما. التريما دي هتقابلك قليل قوي في الفرنسي، عبارة عن دو بوان نقطتين محطوطين على بعض الكلمات. زي في مصر نقول مثلا سعيد زي بوخت سعيد، العين، العين عندنا تتنطق دو بوان كده نقطتين في الحرف الاي عشان تتنطق سعيد بوخت سعيد سافا. مايي اللي هو الذره، عارفين الذره؟ ونويل، نويل يعني الكريسماس او بقول لحد بون نويل او جوين نويل يعني هابي كريسماس. علشان تدرس المنهج بتاعنا، المنهج بتاعنا اسمه كلوبادو، نسينا نتكلم عن ده. كلوبادو يعني نادي الشباب، كلوبادو يعني جروب اوف فريندز او مجموعه اصحاب. كلوبادو هيقدم لي بعض اسامي الاشخاص. طب تيجي نشوف كده الاسامي اللي هتقابلنا جوه المنهج بتاعنا، يا ترى اسماء الاولاد ايه في فرنسا؟ طبعا منهم اسامي كتير احنا عارفينها، مارتان، ليو، اليكس، ارتور، توما اللي هو توماس طبعا، ناتان، بيير، جون، اوغو، كلود، تيو، روما، فيكتور، فيليب، أنتوان، سامويل، برنار، فرانسوا، أوسكار، بول، ألان، نيكولا، فريدريك، ريمي، جول، سيبستيان، وكمان توم. دي الأسامي اللي هتقابلنا أون فرونسي فبنكون واخدين بالنا منهم. تعال نشوف كده لو نو دو فيمينا أو لو نو دو في، أسامي البنات، زوي، ليا، مارتين، ماريون، سولين، ماتيلد، فرانسواز، بولين، لوسيل، إيما، أليس، سوسيل، ألان، أني، لورا، ميلاني، كارول، إميلي، كامي، مارين، ساندرين، لوسي، إيلين، فيكتوار، وكمان فيرجيني. سافا؟ هنبدأ بقى نخش في أول لسان. عندنا حاجة مهمة جدا، يا ترى أول حاجة هتعلمها إيه بالفرنسي؟ إحنا اتعلمنا مع بعض أول حاجة السالوتاسيون قبل كده، قلنا بفكرة عامة عن الفرنسي، أخدنا الأبي سي، أخدنا حاجة اسمها لو ريجل دو فونيتيك بعض قواعد النطق في اللغة الفرنسية، وكمان أخدنا لو نو دو غارسون إي دو في أسامي الأولاد والبنات. أول حاجة هتعلمها بالفرنسي معانا في المنهج بتاعنا حاجة اسمها سالوتاسيون. اسمها إيه؟ سالوتاسيون. قول معايا سالوتاسيون، كلمات الترحيب. أول حاجة عندنا كلمة كلنا عارفينها اسمها بونجور. بونجور، انطق معايا صح، مش اسمها بونجور ولا بونجور ولا الكلام ده، اسمها بونجور. كمان عندنا بونسوار، بونسوار مش بونسوار،
بونسوار بونسوار. كمان سالو سالو، بسمع ناس بتقول عليها سالو ومش سالو، لا اسمها سالو سالو، اهلا هاي ومعناها مع السلامه الاثنين سالو. بون ابري ميدي، ده بعد الدور نقول مع بعض بون ابري ميدي مسيو، بون ابري ميدي احمد، بون ابري ميدي دينا. بون ابري ميدي هي جود افترنون. وكمان عندنا بونوي، اكيد سمعناها في الافلام، بونوي بابا، بونوي ماما، بونوي شيري يعني حبيبتي، بونوي دينا اي كومسا. طيب لما نيجي بور بروندر كونجي، كلمة بروندر كونجي لكي نودع شخص عشان تسلم على حد وانت ماشي، هتقول له او غوفوار، معروفة شوية، او غوفوار او غوفوار، مع السلامة. اديو في حالة السفر بقى تقول اديو، يعني في حفظ الله. اجودي اشوفك الخميس الجاي، اجودي. ابيانتو ابيانتو سي يو ليتر، يعني اشوفك قريب. ادوما اشوفك بكرة، ادوما. وكمان سالو ما قلنا من شوية معناها سلام، وابلوس الى لقاء قريب، وتشاو من اصل اسبانيول، من اصل اسبانيول، بس انا عارفين ان اوروب كلها بتتعامل بلونج واحدة، يعني ممكن تلاقي اسبانيا وانجلتير يقول لك بونجور وبونسوار، والمان يقولوا عليها ميرسي، مش شرط صفا، احنا عندنا كلمة اسمها تشاو. طيب بوغ ميرسي عشان تشكر حد تقول له ميرسي، ميرسي بابا، ميرسي مامو، ميرسي مون بروفيسور، شكرا او ميرسي بوكو. الرد عليه ايه يا جماعه؟ دوريان. كتير منا مش عارف ميرسي، اقول له دوريان دوريان دوريان. بوغ سو اكسكوزي، اكسكوزي عشان تعتذر لحد، هتقول له نو عشان تعتذر عن ميعاد او حاجه، او باردون، او اكسكوز موا صافا. لو حد قال لي باردون اقول له ايه؟ اقول له با دو كوا، با دو كوا يعني لا عليك، يعني ما حصلش مشكله. اقول لك مثلا باردون تقول لي با دو، با دو كوا، با دو كوا. او با غراف، با غراف، با غراف يعني ليس خطير. طيب للموافقه هتقول وي، او داكور، داكور يعني اوكي داكور. لما اجي استاذن اقول لك سيلفو بلي، لو بستاذن من حد اكبر سنا مني، سيلفو بلي بابا، سيلفو بلي مامو، سيلفو بلي مسيو، بستاذن من حد من نفس سني سيلتو بلي، سيلتو بلي صافا. اشجعك اقول لك برافو، برافو كلنا عارفينها صافا. مرحبا لما رحب بجروب كتير مع بعض اقول له بيان فينو، بيان فينو يعني مرحبا، او انشانتي، انشانتي. طبعا ده كانت مقدمة مهمة جدا لدراسة اللغة الفرنسية. في المقدمة دي اتكلمنا فيها على بعض الحاجات المهمة، مهمة جدا تسمع الفيديو وتشوف الفيديو اكتر من مرة وتحاول تكرر مع المسيو. في الحصة الجاية ان شاء الله نبتدي ليسون 1 في اونيتي 1 بتاعتنا، اسمه الاونيتي عشان نستعد لها، لو كلوب دو ما كلاس يعني اصحاب الفصل، لو كلوب دو ما كلاس نادي اصحاب الفصل. ده اول اونيتي عندنا ان شاء الله باذن الله تكونوا موفقين جدا في دراسه اللغه الفرنسيه. مبسوط جدا ان كنت معاكم، ميسيو محمد الجواري، بون شانس ميزامي، اوغوفوار.